السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الآن سماك يلدز بمادة علم الأحياء أتشيك أوريتيم بيولوجي إكين درس كتابة منتابع محل ما وصلنا من الصفحة 39 حل الأسئلة ورح ندخل موضوع جديد Hayvanlar aleminde bulunan tüm türler için heterotrof beslenme, eşeyli üreme, okarot hücre yapısına sahip olma özelliklerinden hangisi ya da hangileri ortaktır? أي وحدة أو أي من هذول الخصائص مشتركة بين جميع الأنواع الموجودة في عالم الحيوانات؟ التغذية الغير ذاتية يعني ما بصنعوا غذائهم بنفسهم بياخذوا غذائهم جاهز من الخارج إشيلي أوريما التكاثر الجنسي وكارة هجرة يبصنا صاحب أولما يعني بيمتلكوا بنية خلية حقيقية النواة طبعا الجواب هو D لأنه كلياتهم هدول الخصائص موجودين بالأنواع الموجودة بعالم الحيوان بنشوف هون الجزم حيوانlar alemindeki canlılarda كلوروبلاست أورجانيلي يوكتر الحيوانات الكائنات الموجودة بعالم الحيوانات ما في عندها كلوروبلاست لهذا السبب بو ندانلا besinlerini hazır olarak dışarıdan alırlar. بياخدوا غذاءهم جاهز من الوسط الخارجي. Bu beslenme özelliğine sahip olan canlılara heterotrof denir. Heterotrof denir. Yani غير ذاتي التغذية من أولى الكائنات الحية اللي بتتغذى بهاي الطريقة. Hayvanlar alemindeki tüm canlılar eşeyli ürerler. كل الحيوانات الموجودة بعالم الحيوانات بتكسروا بالطريقة الجنسية. بعض أمور قصص حيوانlarda eşeysiz üreme görülür. عم بيقولي بعض الحيوانات اللافقارية بتتكسر بطريقة كمان لا جنسية لكن ancak bu hayvanlar aynı zamanda eşeyli olarak da ürerler. يعني هاي الحيوانات اللي بتتكاثر بطريقة لا جنسية بتتكاثر كمان بطريقة جنسية لهذا السبب بنقدر نقول انه كل الحيوانات بتكاثروا بالطريقة الجنسية الاشيلي حيوان هجرلerinde çekirdek zarı ve zarlı organellar bulunur يعني اوكاريوت هجرة يبصنا صاحبتر عم بيقلي بخرايا الحيوانية في عندي نواة وغشاء للنواة في زارلو أورجانيلار يعني في عندي عضيات محاطة بغشاء لهذا السبب من إلا أنه هي خلية حقيقية النواة مثل ما حكينا الإجابة هي دي ننتقل للسؤال بعده أشادكي حيوانlardan hangisi أمورغالدر أي واحد من هدول الحيوانات اللي ذاكر ليهم هو من حيوانات الفقارية كرك أياك M44 سمندر درسنا ب الحيوانات البرمائية مركب بالغ كمان هذا الحيوان درسناه بالرخويات دني الزنبا وهذا الحيوان درسناه كمان بالحيوانات اللافقارية شوكيات الجلد هن طبعا كلياتهم أمور جسد يعني حيوانات لافقارية ما عدا واحد منهم هلا رح نشوف أي واحد طبعا هو السمندر كرك أياك أمور جسد قلوب إكرام بجاكلار صنفن داير ألر M44 هي واحدة من أنواع الحيوانات اللافقارية تتصنف في قسم مفصليات الأرجل سمندر أمورغالي أولوب إكي يشاملولار صنفن داير ألر السمندر هو من الحيوانات الفقارية بياخد مكان بالبرمائيات مركب بالو كمان أمورغاسز بياخد مكان باليموشاكتشالار الرخاويات دينيز زامبا أمورغاسز أولوب ديريسي ديكانلولار صنفن داير ألر بياخد مكان بالحيوانات شوكيات الجلد لهون بيكون انتهى البحث الأول هلا رح نبلش بفقرة جديدة canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkısı, müsahamet الكائنات الحية للتكنولوجيا وللإقتصاد الاقتصاد للأحداث البيولوجية الحيوية. Bakterileri düşündüğümüzde ilk aklımıza gelen hastalıklardır. Lemem mefekker bil bakteriye evvel şey bihtur ala benne huve l-amrad. Gerçekten de bakteriler pek çok hastalığın temel nedenidir. Fe'len bil hakika enno el bakteriye anne hiye sebebi reisi lektir min l-amrad. Boğazımızın ağırmasından
dişimizin çürümesinden kadar pek çok rahatsızlıktan bakteriler sorumludur. Ama belli, el bakteriye mesulyan kitir min el amrad. مثلا لما بصير عندنا التهاب حلق بكون سببه البكتيريا، لما بتخرب الأسنان وبتسوي سببه كمان البكتيريا. أنجاك لكن hastalık yaban patojen bakterilerin, البكتيريا اللي بتعمل أمراض نحن كنا سميناها بالقبل البكتيريا اللي بتعمل أمراض patojen بكتيريا الممرضة sayısı yaralı bakterilerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Ama اللي لما أنا بقارن عدد البكتيريا الممرضة مع عدد البكتيريا المفيدة بنلاقي إنه عدد البكتيريا الممرضة كتير قليل بالنسبة للبكتيريا المفيدة. هون أعطيني شو هي الشغلات المفيدة اللي بتعملنا إياها البكتيريا. بعض البكتيريلار أين زماندا ديار بكتيريلاري تولاريني زرار بران أنملي أنتيبيوتيكلار أوريتر. بعض البكتيريا بتنتج لي مضادات حيوية مهمة ضد أنواع بكتيريا أخرى. ستريبتوميزين بكتيريلارين أوريتي أنملي أنتيبيوتيكلاردان بريدر. ستريبتوميزين هو واحد من المضادات الحيوية المهمة لتنتجها البكتيريا. طبعا ستريبتوميزين هو أول علاج فعال ضد مرض السل. Hastalıklardan korunma ve tedavide bakterilerden yararlanarak hazırlanan aşı ve serum kullanılır. عم بيقول لي هون كمان نستخدم البكتيريا بالسيروم وباللقاحات المجهزة عن طريق الاستفادة من البكتيريا في التداوي والحماية والوقاية من الأمراض. اللقاحات الأشلار زعفرة المش ويا أولدر المش بكتيريلاردن هازلانر بنجهزها من بكتيريا يا إما بتكون ميتة أو بتكون تأثيرها كتير ضعيف. بعض الحيوانات وجدنا زعفرة المش بكتيريلار فيرلر. أحيانا بيتم إعطاء بكتيريا مقللين تأثيرها لوجود أجسام الحيوانات. حيوانين ريتي أنتيكورلار الأنتيكورات الأجسام المضادة بتنتج ليها الحيوانات وزال تكنيك إلى كانوندان أيرلر في سيروم إلدا إديلر بتقنيات خاصة بنعزل الأجسام المضادة من دم الحيوانات ومنجهز السيروم. هلا هيك بيكون عنا صار تعريف للقاح الأشن زعفرة المش بيا أودر المش بكتيريلاردن هازرلانر. أما السيروم كيف بيتجهز؟ بنعطي بعض الحيوانات بكتيريا مقللين من تأثيرها فأجسام الحيوانات بتنتج لي أجسام مضادة. هاي الأجسام المضادة أنا باخدها وبجهز منها السيروم طبعا نازل عن طريق تقنيات خاصة من الدم. بعض البكتيريلارين يشام ألانını bizim bağırsaklarımızı oluşturur. في عنا كمان بعض البكتيريا اللي بتعيش في أمعائنا burada yaşayan bakteriler هاي البكتيريا اللي بتعيش في الأمعاء انزيم ب وجا فيتاميني اوريتر تنتج لي فيتامين ك وفيتامين ب وانزيم. ببعض البكتيريلار besinlerimizi sindirmemize yardımcı olur. كمان بعض البكتيريا المتواجدة في أمعائنا بتساعدنا على هضم الغذاء. سابروفيت بكتيريلار حكينا قبل عن سابروفيت بكتيريلار قلنا انه هي البكتيريا يلي بتتغذى على الكائنات الميتة. أورجانيك أتقلار إن أورجانيك معطلرة çevirerek مادة döngüsüne katkıda bulunur. هاي البكتيريا بتتغذى على الكائنات الميتة بتساهم بدورة المادة شلون عن طريق تحويل المواد النفايات العضوية لمواد غير عضوية. أزوت bağlayıcı bakteriler البكتيريا اللي بترتبط بالنيتروجين. نيتريت نيترات بكتيريلري بكتيريا النيتريت والنيترات و باكلاجيلار كوكوندا yaşayan bakteriler البكتيريا اللي بتعيش في جزر البقوليات. أزوت döngüsünde görev yaparlar بتعمل وظيفة بدورة النيتروجين. Böylece وهكذا tüm canlıların protein sentezine kaynak oluşturur. بهي الطريقة كمان بتشكل لي مصدر لتركيب البروتين لكل الكائنات الحية. بيولوجيك مجادلة ده بكتيريلاردن faydalanmaktadır. نستفيد كمان من البكتيريا في النضال الحيوي والمجادلة بعلم الأحياء. غدا صناعية ده أكسجين سيد صنوم يابان فرمانتاسيون بكتيريلاردن
يورد بينير سيكا ترشو يابمون ده كلنا المقدر. حكينا قبل المرة على الفيرمانتاسيون انه هي عملية التخمير، لما بنقوم بتخمير العجينة بنغطية لحتى تتم بوسط ما فيه اكسجين. فعم بيقول لي هون بنستفيد من البكتيريا كمان بعمل المخللات، الجبنة، اللبن، وكمان بنستفيد كمان من البكتيريا في الصناعات الغذائية. كيميا اندستريسنده أسيتون بيتانول ve diğer bazı ürünlerin elde edilmesinde bakterilerden faydalanmaktadır. نستفيد كمان من البكتيريا في الحصول على منتجات مثل الأسيتون، البوتانول، وفي كمان الصناعات الكيميائية. بيوتكنولوجيك çalışmalarda في الأعمال التقنية الحيوية en çok bakteriler kullanılır. أكثر شيء بنستخدم البكتيريا، çünkü bakterilerin üretimi hızlı، إنتاج البكتيريا بيكون سريع، maliyeti düşük، كمان المصرف سعره بيكون قليل، ve ne sayıda kromozom taşıdıklarından، لأنه هي بتحمل كروموزومات بعدد ne، حكينا قبل المرة عن ne sayıda kromozom. Gen aktarımı çalışmalarında çok hızlı sonuç elde edilir. Nedir nihsal ala netaic seriya cidden bil amal nakl el cinat. Lannu hiye adad el kromozomat anda ne. Ve leyset ne ne. DNA teknolojisindeki gelişmeler neticesinde insandan bakteriye insülin geni aktarılmış ve böylece bakterilerin insülin hormonu üretmesi sağlanmıştır. نتيجة التطورات اللي عملت في تكنولوجيا الحمض النووي، تم تسخير البكتيريا لصناعة هرمون الأنسولين. طبعا شلون هذا الشيء تم؟ عن طريق نقل جينات الأنسولين من الإنسان للبكتيريا. حجرة ve doku biyolojisi kültürü، moleküler biyoloji، mikrobiyoloji، genetik، fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve organizma mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni ve az bulunan maddeler elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüne biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji manat tekane el hayaviyen min evla lakil التقنيات المستخدمة من أجل الحصول على مواد موجودة بشكل قليل، أو مواد نحن بنحتاجها أو ما بنقدر ننتجها، ويا فار أولميان يعني مواد ما موجودة بشكل طبيعي طبعا. وهو كمان بنفس الوقت تطوير الكائنات الحية الدقيقة والحيوانات، النباتات بتقنية الـ DNA الحمض النووي عن طريق الاستفادة من هندسة الحواسيب والمهندسليك الهندسة بشكل عام، إلى جانب طبعا دوا بليملار علم الطبيعة مثل إيش عنا؟ بيوكيميا علم الحيوي، فيزيولوجي علم الوظائف، العلم الوراثي جينيتيك، ميكروبيولوجي علم الأحياء المجهرية، موليكولار بيولوجي علم الأحياء الجزيئية، وهجرة ديكو بيولوجي سيكولتورو الوسائط لأحياء الأنسجة والخلايا. هذا التعريف طبعا فينا نقول عنه مهم، هو تعريف التقانة الحيوية. أركا بكتيريلار sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. مثل ما حكينا قبل أنه العتائق تقدر تعيش في أماكن أشرة sıra dışı يعني مانا طبيعية، فبتعيش في الأوساط بتكون حرارتها مرتفعة جدا، أو بيكون مثلا أوساط الـ pH بيكون منخفض جدا أو مرتفع جدا، في الأماكن اللي بيكون فيها يكسك تزلو يعملها كتير، ومع هيك قال عندها أنزيمات ما بتخرب. بو أنزيمات، هاي الأنزيمات بقى بنستفيد منها نحن إندستريا ده في الصناعة، بيك تشوك تبكيما ده تفاعلات كتيرة، أطيق مادلرين زهيلي أزاليكلرين قدير المسين ده إزالة الخصائص السامة من مواد النفايات، ميتال جوهرلرين إشلين مسين ده بعمل الجواهر المعدنية، زهيرلي معدلارلا كيرلتلمش سولارن أرتلمسندا تكرير المياه الملوثة بالمواد السامة، بويا اندستريسندا أرتما
tanaklarında bulunan suyun temizlenmesinde tanzif ilmiyah المتواجدة في خزانات السرف في صناعة البويا الدهان gübre sanayi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu istihdam kemen fi mecalat metil sanayet estemad. Bazı atık sularda ve kanalizasyonlarda yaşayan arke bakteriler metabolik ürün olarak metan gazı üretilir. Bazı kemen العتائق اللي بتعيش في الصرف الصحي وفي مياه النفايات تنتج لي غاز الميثان كمنتج أو كأورون استقلابي. Bu biyolojik gazı yanıcıdır ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. يستخدم هذا الغاز كمصدر للطاقة والغازات المحترقة. Toprak, hava ve sudaki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmaların kullanılmasına biyoremediasyon denir. Anne hadal mustalah min ulu lestihdam lahya elmijhariye bi izalet التلوث الموجود بالماء والهواء والتراب. Kırmızı algılardan elde edilen agar maddesi, madde ismi agar, nedir nahsal aleyha min التحالب, الحمر مثل ما ذكرنا قبل انه التحالب, الى الوان حسب الصباغ الموجود فيها. Bakteri ve mantarların laboratuvar ortamlarında üretilmesinde, intaj, الفطريات والبكتيريا في اوساط المخبرية, gıda katkı maddesi, kemen madde, müsehme fil gıza olarak dondurma ve tatlı yapımında kullanılır. Müstehidme kemen fi amel el halviyat ve el buza. Nşuf hon, agar bakteri ve mantarların laboratuvarda kültür ortamında üretilmesinde kullanılır. Müstehidim hay maddet el agar. Nşan, ize kan ana biddi entej nu' min anva al bakteriya. Bihada el vasat, minhatta bi elbi hay el albe ve minintej el bakteriya. طبعا بتكون بهذه المادة يعني الوسط اللي بدها تعيش فيه البكتيريا وتتكاثر فيه هو وسط الأجار. الجلار الطحالب بودينج ومايونيز gibi işlenmiş gıdaların yoğunlaştırılmasında kullanılır. بنستخدم كمان الطحالب في زيادة كثافة المواد الغذائية مثل عنا البودينج أو المايونيز. فوتوسينتيز يبان الجلار الطحالب اللي بتعمل تركيب ضوئي atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmını oluşturur. Bitşekkel kısmı kibir minel oksijen ili bitcav. Ayrıca sucul ortamlardaki besin zincirinin ilk halkasını oluşturur. Bitşekkel hiye avval halaka bir silsile gizaiye ili bil avsat ilmaiye. Diatom olarak adlandırılan algılar hatta halep ili müsemmai bir isim. Diatom diş macunu, macun esnen ve bazı ilaçların yapımında bir amel bazı el-edviye, izolasyon ve çeşitli maddelerin filtre edilmesinde kullanılmaktadır. Testihdem kemen bir tasfiyet mavad mütenevi'a ve azil mavad mütenevi'a kemen. Cıvık mantarlar ayrıştırıcı oldukları için cıvık mantarlar deresine abil ünuhuve el-fıtriyat l-guraviye. لأنه هي ayrıştırıcı yani محللة بتحلل المواد العضوية oldukları için madde döngülerinde önemli rolleri vardır. هي إلى دور مهم في دورة المادة. مايا mantarları, الفطريات, الخميرة, gıda sanayisinde, في صناعة الغذاء, ekmek yapımı, في عمل الخبز, bira ve şarap üretiminde kullanılmaktadır. تستخدم كمان في إنتاج الشراب والبيرة. Mantarlardan bazı antibiyotikler, ilaç ve vitaminler elde edilir. Nedir? Nahsal keman min al-fıtriyat ala vitaminat ve adviye ve mudadat hayaviye. Nşuf hon anna vasat gizai bi elbo ba'd al-fıtriyat al-mutekasira. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan penisilin antibiyotiği bir küf mantarı tarafından üretilmektedir. نحن كلياتنا بنعرف المضاد الحيوي البنسلين مستخدم بتداوي أمراض كتيرة. هذا البنسلين منين بيستخدمه؟ منين بيطالعه؟ قال بنتجه من قبل فطريات العفن كوف مونتارلر. من هاي الفطريات بنقدر ننتج هذا المضاد الحيوي المستخدم في أمراض عديدة. لهون بينتهي درسنا اليوم. نلتقي بالدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.